هو هذا question 6 في الورقة هذه. كويس هو. قال لك two extensive homogeneous isotropic dielectrics meet on plan أو on plane معلش x تساوي 0. قال لك عندنا زوز dielectrics يعني زوز عوازل وين يجتمعوا عند البلين x تساوي 0. قال لك x تساوي 0 هذا البلين معناه هذا الباوند اللي تخدم عليه. قال لك for x أكبر من الزيرو قال لك لما تكون x أكبر من الزيرو تمام أو قال لك لما x أكبر من أو تساوي 0 الإبسلون R تساوي 2 وقال لك لما x تكون أقل من الزيرو ما هي الإبسلون R تساوي 4 طبعا ما فيش يساوي وغرف لخبط راح باوندري احنا نتكلم بعد الباوندري وقبل الباوندري ما نتكلمش عن الباوندري نفسه ما هي أوكي. قال لك أي يونيفورم إلكتريك فيلد عطيك مجال كهربي إلكتريك فيلد هو أي واحد يساوي 2 إيه إكس زائد 3 إيه واي زائد 8 في اتجاه إيه زد الوحدة بتاعها كيلو فولت على المتر بالكيلو باين. قال لك إكزيستس كويس 4 إكس أكبر من 0 تمامه يعني هذا موجود لما تكون الإكس أكبر من 0 قال لك there is no free charge on the surface يعني زاد وضح حالك قال لك إنه ما فيش تشارج هذيك على السيرفس. قال لك find المطلوب find دي 2 و E 2 كويس هو بالشكل هذا هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني قال لك find the angles of E 1 and E2 make with the interface. شو معنى interface؟ تدافع. مش هذه interference تدافع. interface اللي هو interface يعني الحد اللي ما بين حاجة وحاجة هذا interface فهمتني؟ با هذا سؤال أشوف الأسئلة كيف بسيطة صح والجو جميل. هاي تعالوا نبدأ في الأولى. هو عطيك الاي واحد ولا يجيب الاي اثنين خلاص اول حاجه نقسم قلنا الالكتريك فيلد لي تانجنشال ونورمال ولا نبغى نشوف اي تانجنشال 1 واي نورمال 1 وانا مبدا عندك البلين كونستنت شنو البلين اكس يساوي كونستنت ولا معناها شنو هنا النورمال اي اكس المركبه بتاع الاكس خدها زي ما هي باش ما هي كويس والباقي شنو بيكون بيكون تانجنشال ولا معناها 3 اي واي زائد 8 في اتجاه الاي زد كويس بح. خلاص معناها حنقوله ان من شروط الحديه او from boundary conditions بتقول ان اي تانجنشال 1 المفروض يساوي اي تانجنشال 2 ولا معناها اي تانجنشال 2 جاب ولا اللي هو نفس الاي تانجنشال 1 اللي هو 3 اي واي زائد 8 في اتجاه الاي زد كويس هذا الاي تانجنشال 2 ماشي معنا ركز معنا يا هندسه تمام بح. ونجول اللي بعدها اللي هو الدي الدي نورمال 1 ماينس الدي نورمال 2 يساوي رو اس اللي هي مش موجوده تو راح اقول ان دي نورمال 1 المفروض يساوي دي نورمال 2 خلاص انت ما عندكش الدي ولا خلاص نجيب معناها نجيب الاي ولا خلاص حنقول معناها ان الاي نورمال 1 هو يساوي 2 اكس وبالتالي دي نورمال 1 حنضربه في ابسلون ابسلون ار هذه العلاقه بيناتهم ولا معناها الابسلون في الابسلون ار اللي هي عند الواحد طبعا هذا قال لك راهو موجود لما الاكس اكبر من شو اسمها هذه الواحده هذه 2 معناها قداش هو 2 ولا في 2 هذا بالنسبه لابسلون ابسلون ار مضروبه في 2 اكس معناها الدي نورمال 1 تساوي 4 ابسلون في اتجاه اكس كويس طبعا معناها دي نورمال 2 شو تساوي معاك تساوي دي نورمال 1 ولا تساوي قداش 4 ابسلون في اتجاه اكس لو بكري عندك الاي ضربتها في الابسلون نوت ابسلون ار باش يبدا الدي ولا لو عندك الدي قسمها على ابسلون نوت ابسلون ار باش تجيب الاي معناها حنقولوا ان اي نورمال 2 شو تساوي؟ الدي نورمال 2 مقسومه على ابسلون نوت في ابسلون ار 2 معناها حتقول 4 ابسلون نوت وهذه 4 وابسلون نوت كويس هذا في الاكس معناها 4 تمشي مع 4 والابسلون نوت تمشي مع ابسلون نوت معناها 1 في الاكس خلاص معناها المحصلة بتاع الالكتريك فيلد في الريجن 2 هو مجموع التانجنشال والنورمال خلاص اي نورمال 2 يساوي اي تانجنشال 2 اللي هو 1 صح هو 3 اي واي زائد 8 اي زد
زائد هنا اكس. نفتلكها شوية لا احنا زي ما تعرف ان الاكس هو الاول خلو في الولاد اكس بعدين الواي وبعدين الزد. هذا بالنسبة للمطلوب الاول ابلي بس على دي ما تنقص للنص. لا مش دي ما تنقص للنص هي نص لنص في المسألة الاولى والثانية ان النسبة ما بين الابسلون ار نص قسمة هي على اربعة نص لكن يعني حسب الرقم. لاحظوا معي ان ما يتغيروش التانيات ولا يتغير واحدة بس هذا لما يكون البلاين مساوي لما يكون ما يتغير الضاعة كلها بعدين وهي بح طبعا دي اثنين شدوا ساوي دي اثنين اضرب في الابسل نود والابسل نار ولا يعني ابسل نود في ابسل نار اثنين في الاي اثنين فراح نقوله ان دي اثنين تساوي ابسل نود اثنين اللي هو اربعة ولا اربعة ابسل نود اربعة ابسل نود ربعنا هذا كله في اربعة ابسل نود انا اربعة ابسل نود في الاكس زائد اربعة في الثلاثة ب 12 ولا ابسل نود في الاي واي زائد 4 في 8 اللي هو 24 ولا ابسل نود في الاي زد 32 4 في 6 22 اسمع لا 32 تم السؤال الفقره الاولى. نقول الفقره الثانيه معاد شن قال لك؟ قال لك find the angles of E and E1 and E2 make with the interface اللي هو الباندري نفسه يعني نبو الزاويه اللي يصنعها الاي مع الانترفيس. فهمت فكره كيف ولا تعال نوريك حاجه تعال نوريك حاجه مهمه كويس. انت كالكتريك فيلد مثلا كويس لو قلنا هذه ريجن واحد بعدين نبو نديروا منها قانون بعدين هاي الاستنتاج لكن بيكتفي معنا مثلا نقول هذا الاي 1 زد هذا الاي 1 تمام مش هذا قلنا في منها تانجنشال اي تانجنشال 1 ولا وفي منها شنو نورمال لا هو اي نورمال 1 كويس. فهو يا مهند هو مثل هو زيت هو هي طب هذا هو اللي هو عباره عن شنو تو هذا العمودي على من ايه على السيرفس ولا قداش الزاويه اللي نحسبه فيها هذه نسموها فيها تيتا فهمت كيف ما هي بزاويه فهمت كيف معناها انت لما جيت حلل زي تو عندك في زاويه ولا لما جيت حلل هيك بشنو بتاخذ اللي هو عباره عن المجاور للزاويه ولا معناها كوساين صح يعني او لما نقول لما تغطى على الزاويه هذه تعطي كوساين ولا معناها شو حنقول كوساين تيتا شنو يساوي دايا ايه نورمال كويس الاي نورمال على الاي نفسها ولا يساوي الاي نورمال على الاي نفسها يعني كويس تعال معايا كماجنتيود طبعا ولا ايوه معناها ماجنتيود الاي نورمال واحد هي مثلا سماء واحدة على ماجنتيود الـ E1 بعدين حنوصل لسمري بهي حطلع حدا بعدين اوكي هاي ماجنتيود متاع هادي وين مشت الـ E normal E1 E normal 1 هادي 2X ولا معنا 2 بس مفيش 2X على الـ E1 شي ماجنتيودها E1 وين مشت الـ E1 جذر تربيعي الاول تربيع والثاني تربيع والثالث تربيع لا مقدار جذر اثنين تربيع والثاني تربيع والثالث تربيع فهمت كيف هو؟ فراح يطلع معنا كوساين تيتا 1 تساوي اللي هو حنقوله 4 زائد 9 زائد 64 تحت الجذر 2 على الرقم 1 فطلع معي 0.2279 معناها تيتا 1 تساوي كوساين انفيرس لا كوساين انفيرس الرقم طلعت 76.83 هذه الزاوية اللي يصلحها الإلكتريك فيلد ما لو فأنت معناها فأنت يروح أخذ في السريع بحي فأنت فهمتها كيف جدت ومنين جدت ولا فأنت هو شو البلين اللي عندك الإكس ولا صح خلاص معناها نقدر نقول زيتا والتانية كوساين التيتا 2 تساوي خذ المركبة مثلا إكس اللي هي قداش تو مركبة الإكس في الدي 2 في الإي 2 اللي هو 3 1 ولا واحد على الجذر التربيعي بواحد تربيع وثلاثة تربيع وثمانية تربيع صح هو معناها تطلع معنا تيتا 2 تساوي مفروض تطلع نفس الزاوية ولا مش نفس الزاوية نفس مفروض مش نفسها ولا أصلا لو كان نفسها معناها شو صار معنا نفس الريجن 83.32 هذه شنو هي الزاوية اللي يصنع فيها الالكتريك فيلد مع مين؟ مع النور او مع الاكس ولا لا
لو قال لك جيب لي الزاويه اللي يصنع فيها مع الواي، خذ الواي على المقدار ولا لا 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 علاش 90 مش 90 مش 90 علاش؟ لان هو الفيلد مايل، هو مايل. انت تتكلم على الباوند، احنا ما تكلموش على الباوند، احنا نتكلموا على الفيلد. الفيلد هو اللي مايل ولا ما دام الفيلد هو اللي مايل معناها عنده زاويه مع الاكس وعنده زاويه مع الواي وعنده زاويه مع الزد. صح، عفوا.